انا برضو انا عاوز اتكلم على احمد فتحي. يمكن زي ما كلنا شايفين ان احمد فتحي ماشي او راح نادي تاني، فانا بتمنى له، لكن يمكن احمد فتحي عاوز يعمل انجاز لنفسه او عاوز يبقى موجود ويبقى ماشي من النادي الاهلي بشكل كويس وبشكل ممتاز. انا تاريخ. بشكره طبعا. لا انا بشكره كمان ان هو بيتمرن بجديه وحتى لو اتعقد طبعا يا كابتن. وعلى فكره هو غيور جدا على الفانيلا اللي لابسها، وانا بحترمه جدا، وهو نفسه ان هو يعمل حاجه قبل ما يمشي، سواء هيمشي او دي حاجه ترجع له مع الاداره، فربنا يكرمه. لكن هو انا شايف ان هو بقى موجود بشكل كبير، خصوصا ان هو قائد يا كابتن كمان، ان هو بيتكلم بشكل كبير جدا بيوجه، ودي مهمه جدا في حضرتك عارف في الماتشات في المغرب ده الحمد لله انا مش هيبقى فيه جماهير يعني. فالنهارده انا شايف ان احمد فتحي يبقى متواجد بشكل كبير جدا.